بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله يا إخوان في مقطع جديد من مقاطع لعبة وور فريم. اليوم بإذن الله يا إخوان راح نستكمل آخر مود من مودات القمر، بحيث إن إحنا خلاص نقفل هذه السلسلة نهائيا، وإن شاء الله نبدأ في سلاسل أخرى عشان نقفل جميع الأشياء الموجودة في اللعبة. المود اللي راح نتكلم عنه يا شباب اللي هو المود اللي اسمه كونكشن دريفت، هذا هو المود الظاهر أمامكم. طبعا هذا المود طريقته ممكن تحتاج فيها أحيانا بعض المساعدات، فأنا الآن راح أوريكم المهمة اللي راح أدخل عليها، بعد كده راح أوريكم كيف طريقة تنفيذ هذا اللغز. خلونا نبدأ. طبعا المهمة اللي راح أدخل عليها اللي هي مهمة الإكسترمينيت زي ما أنتم شايفين، بعد ما أدخل هذه المهمة راح أبحث عن نفس اللغز، وبعد كده راح أنفذه بإذن الله على وضعية السولو، لكن تقدر تنفذه مع زملائك لأنه إذا كان معك زميلك راح نفذه بشكل ممتاز وبشكل أسهل، لكن أنا راح أفك اللغز هذا اليوم على وضعية السولو. تابع معايا. طيب يا شباب زي ما انتم شايفين هذا هو اللغز. اللغز عبارة عن مبنى له 4 بوابات. طبعا قبل كل شيء لازم تضغط على هذا الزر، فبالتالي راح تفتح معك زي المدرجات، راح توقف على الزر الرئيسي، بعد كذا يفضل انك توقف بالأوبراتور مكان الإشارة زي ما انتم شايفين. طبعا في زر في الإشارة، فأنا بحاول اني الآن أقفز بالأوبراتور بحيث اني أوقف على نفس الزر. ما زبطت معايا، بعيد مرة ثانية. طبعا إذا كان معك زميلك راح تحل هذا اللغز بشكل سريع، لكن أنا زي ما قلت بحاول إني أحلها على وضعية السولو عشان الناس اللي تدخل وتلاقي هذا اللغز على وضعية السولو. فشوفوا الآن الوور فريم على زر، وأنا وقفت على الزر الثاني زي ما أنتم شايفين، فبالتالي كده انتهينا من أول مرحلة من حل هذا اللغز. نجي الآن للـ4 بوابات. نقفز على هذا الزر، راح يفتح معك زي الدهليز موجود بالأسفل، فأنزل بالأوبراتور أضغط على هذا الزر تمام، وبعد كده أتقدم راح ألقى زر ثاني بالأسفل. لاحظ الآن هذا هو الزر، لما أضغط على هذا الزر لاحظ الآن إيش اللي يصير تحت المبنى. شايفين في زي البوابة انفكت أسفل المبنى، شفتوها؟ فالآن انتهينا من اللغز الأول. نجي الآن للبوابة الثانية، نعيد نفس العملية مرة ثانية، نتقدم عند البوابة الثانية أو الجهة الثانية لنفس المبنى يعني. زي ما أنتم شايفين الآن نفس الحركة أعيدها، وراح ينفك معي الدهليز مرة ثانية، وأنزل بالأوبراتور وأتقدم. شايفين كيف؟ بعد ما أضغط على هذا الزر أتقدم على الزر الموجود بالأسفل، وراح يفتح معايا البوابة الثانية. ركزوا الآن وشوفوا البوابة الثانية، شايفينها؟ شايفين كيف انفكت معنا البوابة الثانية؟ نعيد نفس العملية على الـ4 جهات. خلينا نعيد الآن مهمة ونشوف إيش اللي راح يصير. نجي الحين للزاوية الثالثة، وهذا هو الدهليز زي ما انتم شايفين. الان ضغطنا على هذا الزر، نتقدم على الزر اللي بعده. شوف الان البوابة، شايفين انفك معنا البوابة الثالثة. نجي الحين للبوابة الاخيرة عشان نقدر ندخل المبنى. الحين هذا هو اللغز الاخير، هذا هو الدهليز الأخير للبوابة الأخيرة عشان نقدر ندخل المبنى. لكن في لغز ثاني داخل المبنى راح نحله إن شاء الله مع بعض، ونشوف كيف طريقة التعامل معه. لاحظوا الآن هذه هي البوابة الأخيرة زي ما أنتم شايفين. كذا الآن فكينا الـ4 بوابات. خلونا الآن ندخل المبنى ونشوف إيش اللي راح يصير. طيب زي ما انتم شايفين الان هذه هي البوابات اللي احنا فكيناها قبل شويه، راح تلقى فيها زي الممر بالاعلى، لازم تتسلق هذه البوابات بعدين تبدا تدخل المبنى زي ما انتم شايفين. شوفوا الان راح ندخل المبنى. طيب الحين بعد ما دخلنا المبنى راح تلقى عندك 4 ازرار في 4 زوايا زي ما انتم شايفين. شايفين الازرار هذه؟ هذه الازرار اذا كان معك زميلك يفضل انك تسويها انت بالوور فريم والاوبراتور، وهو نفس الطريقه، لكن الان راح اوريكم طريقه كيف تقدر تحل هذا اللغز. راح استخدم السبكتر، طبعا تستخدم اي سبكتر عندك تقدر تستفيد منه في اللعبه. فالان راح انزل واحد من السبكتر واثبته على نفس الزر. لاحظوا الان، شوفوا الان ثبته على نفس الزر زي ما انتم شايفين، الان واقف على نفس الزر. شايفين؟ نجي الان للزر الثاني اللي تفعل اللي هو هذا الزر، راح اثبت عليه سبكتر ثاني، هذا السبكتر مثلا. فشوفوا الان، الآن ثبتته راح يوقف على نفس الزر. باقي زرين راح أوقف عليها بالوور فريم والأوبراتور، هذا الآن راح أوقف عليه زي ما أنتم شايفين بشخصية الوور فريم
والزر الأخير راح أوقف عليه بشخصية الأوبراتور. زي ما أنتم شايفين فكت معانا البوابة الموجودة في الدور الثاني. تمام، الحين الخطوة اللي بعد كده نتسلق للدور الثاني. شوفوا الآن لما ندخل الدور الثاني شو راح يصير. بعد كده راح تلاقي البوابة الدودية موجودة في الأعلى، تدخل على البوابة الدودية فبالتالي راح توصل للمود. زي ما أنتم شايفين هذا هو المود. بكده حلينا اللغز يا اخوان بكل سهولة. طبعا تقدر تحل اللغز هذا زي ما قلت مع زملائك بحيث انك تقدر تتعاونوا، يعني كل واحد منكم يمسك واحد من الازرار، لكن زي ما شفتوا انا حليته بطريقة السولو عشان الناس اللي تدخل هذه المهمات مثلا على وضعية السولو تلقى هذا اللغز وتبغى تبحث عن هذا المود يقدر يحل اللغز بكل سهولة، لكن مع زميلك بيكون اسهل بشكل افضل وبشكل اسرع. هذا اللي كان عندنا يا اخوان في هذا الفيديو، اتمنى اني قدرت اختم جميع معلومات المودات الخاصة بمودات القمر، وأتمنى أن يكون أفدتكم في جميع الأشياء الخاصة فيها. لا تنسوا يا إخوان دعم القناة من اشتراك ولايك، ولا تنسوا يا إخوان نشر الفيديوهات، وبإذن الله نحن مستمرين في طرح جميع الأشياء اللي تحتاجوها في لعبة وور بريك. بالتوفيق.